طيب هالطيب. صباح الخير للرقية. وليش تكتخيتي؟ شمع راسك. فين هي الابتسامة؟ الابتسامة لله هانا. الله يرحمك يا للرقية، كنت كنعول عليك في كل شيء، عمرك ما خليتيني نحط يدي في المبارد. حصول ما كيعرف قيمة المرأة حتى كيفقدها بلاد. الله يرحمك ويوسع عليك. هو داك المحجر غير كالقرقب الصينية كيقرقب هو الساروت في البيت. سبحان الله العظيم. صباح النور. صباح الخير بنتي. الله يرضى على بنتي. الله يرضى عليك. صباح الخير سيدي العزيز. سبحان الله يا اخي، سبحان الله العظيم. انت عندك واحد الحاسه ديال الشم خطيره جدا، غير كنحط الفطور كتبعت تقول امك ضربك المغرفه. انا كيجيب لي الله بحالك تكون غير مورا الباب مخبي. انا سبحان الله العظيم عمي راني ولفت الفطور ديالك. لا عليك يا كسعيده، كيجيني الفطور هنايا صحي ولذيذ وداك الشيء. يا سلام. خذ كل كل ولدي بصحتك. كل مرحبا بك. كيفاش كل بابا انت ما غتفطرش معاه؟ لا لا بنيتي انا تا تفطروا نتوما على خاطركم وتمشيو تخدمتكم عاد غادي نفطر انا ان شاء الله. يلا دير معايا هاد الكويس ديالاتي. يلا ما كاين مشكل. يا سلام شوفي الفطور كي داير، شوف شوفي الكونفيتير كي داير. معلك معلك. والله بابا شوف شنقول لك، الا فطورك شو كيبان انت متول ومقاد ونقول غير الشف طيب والسلام. واش غادي نقول لك بنتي، راه الممارسه عرفتي سيرة التلسين هذه باش مات مامك وانا معول على راسي. بسيف ما نتعلم. الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. وكان بابا غير سمح لي بزاف، انا عارفه راسي مقصره معك، انا اللي خاصني نجي ونوجد الفطور ونتول هادشي كامل، ولكن سعدون ما كيفخش بكري عليها كنبقاو معطلين وبحر بحر كنوصلوا هنايا. يا سلام الشامي الطيب، انا واخا كنفيق بكري كيعجبني نفطر، وانا كل صباح كنقول على سعاده كنحمد الله ونشكر اللي ساكنين حداك هكا قراب داكشي يدو في الدخول. حمد الله وجد من الحمد. انت راهي حدا الدار كتجي كتلقى الفطور موجود كلشي، ما خاسر لا فرانك لا جوج. الله يعطيك الصحه. كل كل اولدي دك دك اولدي دك. ما تعصبش الحبيب ديالي. لا لا ما كاين مشكلة بنتي، بصحتكم وراحتكم اللي تيهمني هو راحتكم. بارك الله سعدون. عمي الطيب راه مع الوحدة إن شاء الله غادي نبداو نونسوك في الغدا. لا لا شوف أولدي ما تشقيش راسك، أنا اليوم غادي نتغدى برا. ويلي بابا على تغدى برا، الماكلة الزناقي راه خايبة وعامرة بالميكروبات، ما عندك ما دير بها. ياك؟ إيه عندك الماكلة ديال الزنقة؟ أوه أنا إلا بغيتي ندوزو مع الوحدة هكا كنمشيو نونسوك، كنعرف شي محلات مزيانين ياك صعيب. إيه شوف أولدي ما تونسني ما نونسك، أنا كنعرف المحلات المزيانين ما نحتاجش كي توصلني. صافي يلا الله يجمع الوقفة. أوه ندوزو نشوفوك في الليل. لا بنيتي ما تحتاجيش، أنا شوفي تمتعوا شوفوني شتو؟ آه زيدوا شوفوا زيدوا زيدوكم جغيمة ديال الشوف أنا. ها يلا جمعوا الوقفة. نزيدوكم شي شويفه. واخا صافي تحسبي شفتو. يلا فرقوا عليه تبقى على خاطرك. يا الله يرضي على بنتي. ويلا نيت راه لي باسيون ديالك يتسناوني. فين اخويا كيتسناو لي باسيون؟ تتسناو في الفارماسي نعطيهم الدواء. علاش الوجه اللي كيحشم ما عندكش وقف. ايوا المهم يلا الله يعاونك. يلا بابا بسلامة عليك. سلامة بنتي. زيد قدامي. يا لالا رقية اش دار لك؟ عييت فيك تنقول لك هذا المحنجر ما يصلحش، وانت كتقول لي لا خليهم يتزوجوا راه كيبغي بعضياتهم. ايوا شنو دابا انا نبقى خدام عليهم هما يمشيوا يخدموا انا نطيب ونوكلهم ونجيك من الاخر؟ انا راه عييت عييت والليل طوال عليا وما بقيت عارف ما ندير. ما كاين باس السي الطيب، راه غير بنيه وحده اللي عندك حتى الا ما صليتي فيها انت شكون غادي يطلع فيها؟ لا صافي هانت عليك العشره ياك من بغيتي ديرها. الله يهديك الحاجه. الله يهديك. واش انا بغيت الزواج؟ راجل في السن ديالي عاد غادي يبدا حياه اخرى وغادي يشوف مراه اخرى. لا 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 هذه هي اللي ما يمكنليش نديرها، يستحيل. وبسيف راه انت اللي قابلتي الكلاس والماكله والنعاس ومقابليه داك حميد اللوكس، فين هي هذيك الرياضه اللي كنتي مولوع بها؟ سير خذ الصبادري ديالك ولبس الكيطمه وخرج تريني مع راسك وخرج هذاك الشيء كاع الخايب. الله يلا فكره عندك العقل الرقيه. صح خصني نتحرك نعمر شويه الوقت ديالي بالرياضه. انا كنوعدك من اليوم ما كاين غير الجري والسبور واللي ليها ليها.
الله يمكن غادي يكون باك تغدى علينا. احلى بابا في العالم. اهلا بنتي العزيزه، اهلا مرحبا. صافي الله يرضي على ولدك. جلس. مرحبا بسهري العزيز. مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. نهار كبير هذا نسيبي العزيز. شكرا. لقيتوني الله كملت الغداء ديالي. ساهر الحبيب ديالي بالصحه والراحه. شكرا بنتي شكرا. عمي شنو هذا؟ هذا الخيار، هذه مطيش، هذا واحد الشتيكه يلاه صاطه. انا داخله بنيتي في واحد الريجيم قاسي، كيديروا غير الرياضيين الكبار بحالي. يا بابا ولكن حنا ولفنا. بنيتي ما كاين لا ولكن، الغداء الطبيعي المتوازن هو هذا. هو هذا، شنو نقولوا حنا؟ ولكن ضروري الانسان خصو يقعد قلب واخا يشك في تام صيده بحال هكا، وشي شويه دجاج، شويه ديال اللحم هكا يكون مبخر. يا وليدي راه المارشي فيه هادشي ديال تقعد القلب، كاين الكفته وكاين الدجاج وكاين حتى الحوت. سير وليدي تقدا وسير دير لمراتك طيب لك في دارك، عطيتك بنتي ونزيد نوكلك. انا نخليكم هاد الساعه ملي تخرجوا سدوا معكم الباب. وبلاتي بعدا غير شل لفمك وغسل يدك. غادي نغسل يديا ونشل لفمي في الروبيني ديال الزنقه في السقايه. ويلي با الروبيني ديال الزنقه، واش بغيتي تحمقني؟ ايه حيت بنيتي الما ولا كيجيني غالي. الله يرضي على ولدي. بدا دوش في دارك على فكره، الما ولا كيجيني غالي. السلام عليكم. شوف لا تعولوش عليا في العشاء، انا ما غاديش نتعشى هنا. الله يرضي عليكم. انا غادي نمشي لواحد الصدقه ديال واحد السيد. ايوا هي هذيك، نمشيو ندوا معاك الاجر. لا لا لا، ما عندك ما تدي الاجر، راه مات ليه راجل بنته. الله يحفظها ودي وجهها. على علمتك والسلام. ما مزيان لك شي هدف. وهذا الله يهنيكم سلامة. سلامة بنتي. تهلاو. يلا باي باي. الو سي عبد السلام، والله يهديك راني تكلمت معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لك شوف الدار راه لوكس والثمن لوكس، والله ما تجبر هذا الثمن لوكس اللي عند حميد اللوكس. واسيدي الله يهديك. شوف صافي. ايوا سيدي الله يكمل بخير. لا يجعل كل شيء مبارك مسعود، الله يجعلها عتبة الرزق ان شاء الله. سلامة سلامة سلامة. تبارك الله على سيدي حميد اللوكس، كل شيء تبارك الله عندك لوكس. سبحان الله. عرفتي انت القدام قدام الربح، فين ما كتجي عندي المحل كيجيب الله شي هومليزه، شي بيعه وشريا، ما كاين غير اللوكس في اللوكس. ياك بعدا ايوا قول لي وانت وجد لي شي بريد داتي بعقلو مع الجريده ديالي باش نعرف شنو واقع في الدنيا. اسيدي ما طلبتي غير الموجود. هانا ها البريد داتي مسحر سخون. ياك وها الجريده العام اسيدي. ها هي والضامه ان شاء الله ملي نعيا ونهري الناب راه ما عندك. يكون خير ان شاء الله. هانا ها هو. اسمع لي شوف هانا. سيدي شكرا. بسم الله. شكرا. لوكستين لوكس وبالنعناع واللويزه بيو لوكس. هي الله يعطيك الصحه. سي طيب عرفتي ولا قلت لك شحال هاتي؟ شتي انت شنو خاصك؟ انت خاصك شي مرا. اي خاصك تزوج، راه هادشي اللي خاصك. خاصك شي مرا باش ترجع لك شبابك وتولي شباب بحالي. شباب بحالك انت؟ هي مزيان الله يسخر. انت دابا كتحس براسك شباب حيت انت مزوج، انت بعدا تزوجي باش تولي شباب. الله يهديك. شوف نهار اللي بغيت نتزوج حتى شي واحد ما غادي يمنعني. انت غير حل فمك، غير قول لي خاصك مرا وانا ندبر لك على شي مرا اللوكس دو اللوكس. هكاك دابا انت وليتي اسم صالح حتى في العيالات. سير الله يهديك. ونهار بغيت نتزوج انا راه غندبر ليا وندبر المية منك. يلا بطر وتوكل على الله وشوف لك شي بنت الناس، شي عروسه اللي ترجع لك شبابك. رجع لي الشباب، انا اللي غادي نرجع لي الشباب. انت راه ما تعطي خبر. يطول ويوريك. الله يهنيك سلامها. الشباب الله يهنيك الله يهنيك. ما عاود تبارك الله عليك. اسيدي بالصحه والراحه. المهم انا شوف المهم انا ملي غادي نبغي نتزوج انا غادي نخبرك. السلام عليكم. الله يعاون. السلامه السلامه. الو 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 العجب هذا. بصح لالا العجب، كاين شي ناس باسلين كيبغيو يديرونجيو الناس بالتليفون. انا ملي كنكون كنطيب كنطفي التليفون. دابا عاد لقيتيني درت واحد الدوره كبيره في المدينه من الراس حتى للراس. دوره كبيره بزاف. دوره كبيره
كبيرة. كبيرة من الشمال الشرقي حتى الجنوب الغربي، ومن الغرب الشمالي حتى الجنوب الشرقي، ومن الشرق الغربي حتى الجنوب الشمالي. هادشي اللي علمونا في المدرسة. ضحكتيني. علاش ضحكتك ياك ما حقرتيني ولا؟ لا لا لا، حيت كتقول لي درتي دورة كبيرة كتقولها وكتعاودها، كيجيب لي راسي بحال كتعيط عليا، حيت أنا سميتي الكبيرة. أنت سميتك الكبيرة ومتشرفين الكبيرة، مرحبا راكي كبيرة تبارك الله. غزالة غزالة غزالة. دمك خفيف أسي. طيب سميتي الطيب حليلو. طيب إيش؟ الطيب حليلو. اسم على مسمى، راك حليلو مع راسي. شكرا لله. أنا كنت موظف في المعمل ديال الوقيد، خديت تقاعد، كنت كوطابل، كنت أنا اللي مكلب الحسابات، إنما نقول لك البق ما يزهق. تبارك الله. البق ما يزهق. تبارك الله عليك يا ليلى الكبيرة، كبيرة تبارك الله، غزالة غزالة غزالة. ألو؟ 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 وشوف هاد الناس هادو واش كيدير؟ ما عندهم ما يدار، كيبرزطوا في عباد الله. الله يهديهم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. خليتك على خير هاد الساعة. السي طيب حليلو. شكرا. قول لي لالا، أنت مرة مرة كتجي تريضي هنا، كتريني، كتريني، ها؟ تبارك الله تبارك الله، حليلو حليلو، قولي لي يا حليلو. أنا بعدا ما بقيت فاهم والو. دخلت للكوزينة لقيتها كتصفر، حليت الثلاجة لقيتها كتخضر، واه مدبوزة كلها بالخضرة. دابا أنت عاجبك تفقصني؟ حتى أنا ما عاجبنيش هذا الشيء، ما عرفتوش كيفاش ولات تبدل هكا، ما عرفتش. باك ولات حالته صعيبة. صافي قريب ينسى شي حاجة سميتها الكرعين واللحم والدجاج وداك الشيء. ودابا تخيلي ولي فيجيتاريا، أنا وياك أش غناكلو يلا؟ هضر على راسك، أنت اللي كتاكل بزاف، أنا ندبر على راسي بداك الشيء اللي كان قليول غادي يكفيني، أنت اللي كيعجبك. عبدي الله يهديك، أنا وياك بحال بحال ماشي مشكل. ولكن باق خصنا نديرو معاه شي جلسه نفسيه، انا غادي ندير معاه شي جلسه نفسيه باش نعرف شنو هما الحيتيات العلميه اللي لانه كاين شي حاجه تما كاين واحد فهمتيني ارهاصات. هي الارهاصات فيهم مخلطين بالزفه. شنو بغيتي تقول دابا ياك؟ قريتي عام واحد، عام واحد في الكليه ديال الطب فرحتينا. عام ونص. عام ونص اييه، واللي سمعك فرحتينا بالهضره، بحال وليتي اخصائي متمكن وعارف كل شيء داكشي اللي بغيتي دير. ياك الاخر راهي مجريين عليك سكر. اولا ما جراوش عليا، ثانيا انا درت احسن بحث في الطب في العشر سنين الاخرى، غير هو الاستاذ غار مني وسقطني. هذا الشيء راه حفظناه. يلا وجمع حوايجك الله يرضي عليك وسير تمشي تخدم، راه تصدق لا فرماسيان ولا ماكله. يلا سير. صافي نيت نضرب في الفكت في راسي ونمشي لخدمتي. يلا سير. غير لو كان ضربي الفكت في التنتيه في باك ولا تمشي توقع له شي حاجه. اشنو غادي يوقع لبا؟ راه باينه غادي يمشي يتزوج. لالا سير برك من التخربيق سير. انا راني راجل، راني راجل وكنعرف شنو هما الرجال. انا شميت ريحه الزواج. هذاك التريكي اللي كتعرف انت با ما كيعرف ليهش. با مثال ديال الوفاء، رجل مخلص عمرو ما غادي يتزوج على امي. ايوا عقلي عقلي عليها هي في الطاجين. ها هي عقل عليها هي في القله. ها هي في القله. ويلا ما تجيب لك المراه هنا للدار وتاكل ليه رزقه وتاكل ليه التقاعد ديالو وحتى البروجي اللي بغينا نديرو حنا في هاد الدار ديال قاعه الحفله حتى هو غادي يمشي لنا. سمعتيني؟ كتسطح عليا. لا ما كنسطحت عليك، دابا كنقول لك انا غير الحقيقه. شوف فيا نقول لك واحد جوج كلمات، هادشي كله اللي انت فيه سميتو دكتور الوسواس الخاوي وسير تمشي تخدم. انا مسوس انايا. انت مسوس. انا مسوس انايا. انت مسوس. صافي شفتي شفتي. السلام عليكم. وعليكم السلام، فين كنتي؟ كاش فين كنت؟ أنا ما بينش عليا فين كنت؟ كنت أنا اللي كنطيد باش نحافظ على الرشاقة. فتي على الرشاقة. سهري العزيز؟ مالك يا أخي مبهور فيا وباين عليك مخلوع ياك لاباس مالك؟ لا لا غير مدهوش وصافي. دخلت دابا الكوزينة لقيتها عامرة خضراء. شوف أولادي، سيدا من تاريخ اليوم ما كاين غير الخضر نيئة، داكشي ديال الدهنيات والسكريات. صافي فضينا منه. شوف انا نعطيك واحد النصيحه لوجه الله، بدا دير انت شويه ديال السبور باش طيح عليك داك الكرش اللي بدات كتخرج، اولا بالعكس خليه. انت تبارك الله مفتوح عليك شهيه بلا سبور، مي الا بديتي كدير الرياضه واقيلا غير غادي تخليها عليا. خلي غير هكذا. خليتكم على خير، نمشي ندير شي دوشه من داك الشيء الرفيع. السلام عليكم. شدينا. انا ما فهمتش انا. وصافي صافي صافي. الرياضة وما أدراك ما الرياضة، فيها علاج للقلب والذات. هاي 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 هاي. وليت يا سيدي سعيد عويطة وسعد المجرد في دقة واحدة. فعلا مالك حقرتيني، والله سيدي إلا في الدقة الأولى جاب الله التيسير. إيه شنو زعما؟ بالزربة؟ بالزربة ولا روب؟ أنا داير معاك غدا إن شاء الله في الصباح على النبوري باش نمشيو نجريو أنا وياه نترينيو ولا نترينيو با. وسيدي أشنو؟
عرفتي حنا راه تعطلنا وانت بالنسبه لي راه خصك تمشي تنعس باش غدا تقدر تفيق بكري. عندك صح هذا الجد. يلا تحياتي ليلى سعيده الله يعاونكم بصحه وراحه. صافي انا غادي نتكلم. الله يهديك اسيدي الحسن. خلينا من الله يهديك ديما كنخلص تقول لي اليوم الله يهديك خلينا من الهضره الخاويه. صافي يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ما عرفت ما تعطلات عندك غير تكون دارت بناقص. هيا جاية لالا الكبيرة. صباح الخير. صباح النور سي طيب. هاي 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 على الشباب ما تقوليش راه درتي ثاني دوره كبيره على المدينه عاد جيتي هنا. لا هاد المره درت دوره كامله على المدينه عاد جيت لهنايا. دوره كامله. علاش كضحكي؟ عندك تقولي لي الوالده ديالك سميتها الكامله. دمك خفيف والله الا. شكرا. راه واخا نبان في الملامح ديالي كبير شويه والشعر شيب ولكن مازال تبارك الله مازال القوه ومازال الشباب. وإلا كذبتيني اجي نديرو شي تجربه انا وياك ونجربو وتشوفي. يلا بسم الله. قبل ما نبداو قول لي وغدا من غدا؟ زعما قلت لك غدا غتجي تطريدي. اه ضروري ما نجي حقاش انا مستريسيه ومعصبه بزاف هاد الايام والطبيب نصحني بالرياضه قال لي باش نرتاح ونبرا. الرياضه ضروريه بنادم راه خصو يتريد لان تيقولوا الناس العقل السليم في الجسم السليم. فهمتي؟ صح عندك الحق. نبداو؟ يلا نبدا. يلا على بركه الله. سي طيب في الغادي؟ ها؟ تبعني. اه انت خصني نتبعك. ايه نتبعك علاش ما نتبعكش؟ نتبعك نتبعك وقتاش تغني يا قلبي إنا ما غنيتيش اليوم أحلى ما عندك يا قلبي قولوا بحبابك اليوم والله إلا راك شباب مع راسك. معلوم شباب شباب والكفاف والعفاف والغنى عن الناس وزيديهم حتى الكباب. والله ما كرهت والله ما كرهت دابا شي كليسة عمل لا وشي قطيبة ديال الكباب مع شي براد ديال اتاي مشحر وقولها وضحك عليها. نوض نوض نتريني ونوض. الله يهديك خصنا نرتاحوا شي شويه لان الدوره الدمويه خصها ترتاح لان الدم حتى هو خصهاش نفرصيو عليه واش فهمتي؟ هذه هضرتك انت بنتي ليا ما فيدكش دغيا كتعيا. حيت الحقيقه بيني وبينك انا عندي شويه ديال ضيق التنفس ولكن مع ذلك مازال تبارك الله مازال كنتحرك ومازال كنمشي ويلي علي نعيا انا نعيا. راك خفيف على القلب. انا راني خفيف على القلب وعلى الكبده وعلى المعده وعلى المصارن وحتى على المراره. انا راه واحد الخويف مني ما كان. ايوا عاود لك قصتي باختصار. زوج عن حب ولكن الراجل يتحكم بعشر سنين ديال الحبس. قلت ما يمكنش لي نبقى مع راجل محكوم بعشر سنين ديال الحبس نضيع حياتي ونضيع شبابي هكاك. طلبت الطلاق وطلقت. ما قلتي عيب عندك الحق خصك تعيشي حياتك ولا ربي سبحانه وتعالى غادي يصوب لك. تمتعي مع راسك الحياه راه قصيره. انت تبارك الله مازال شابه وزوينه وزاله وكامله وعامره ومتامره. انت سيمي ولا تبالي. توا الله نقدر ننسى والله. شوفي معايا غادا تقدري ان شاء الله يكون يهالي. الو الو الله يهدي هاد الناس كيحيطوا لك ملي كتجاوبهم كيبغيوش يجاوبوك. هذا شي باسل هذا ما باغيش يحشم خصني نهضر انا غير نهضر معاه. الو الو اسمع لك الفرنش غادي تبعد على ديك المره اللي حداك وبعد من طريقه ورا رانا غادي نتفك واحد نتفك اكثر من تم تشوف. ماذا تقول ايها الحلزون؟ مازال كتقول لي الحلزون. اي الحلزون انت حلزون يعني ببوش البربوش الغلال ايها الجاهل. غادي نشدك وغادي نمرمدك في الدقيق وغادي نبيتك في الكوكوط
وغادي ناكلك انا ولالا الكبيره. ياك لاباس السيد شي واحد كيقلب على شي فروج ديالو تال فليه العجب. انت ديرني في كوكوط وطيبني سير التيساع ولا لحقتي ودنك على الدار. واخ واخ سلامة. منين جاتو النمره ديالي هذا؟ ما نعرف خلينا سنتي ما بقاش تعمري راسك بالهضور الخاوي هاك التليفون ديالك. المهم قلت لك انا بالنسبه ليا راه هذه فرصه سعيده انني تعرفت عليك. طيب وسعيد لانني ما كتصوريش انني كانت عندي رغبه انني نلقى شي مراه في المستوى، مراه رياضيه ومتفتحه حقيقه ارتاح لك قلبي وكنتمنى ان شاء الله بحول الله مع قوتي ان العلاقه ديالنا تستمر. الله يخطيك. الله يخليك الاخ. اسمح لنا عفاك احنا راه كناخذوا حمام شمس لاننا محتاجين شويه ديال فيتامين دي. الله يخليك. احنا جالسين في جلسه حميميه عاطفيه رومانسيه انا والاخت، ما تشوش علينا عفاك، بدل ساعه اخرى. سكتي دابا ها رقد عليك اللسان وبقيتش قادر تدوي هذو الغداره. لا السيد راه ما بينه وبين والو، كان كيتريني هنايا وعينا وجينا جلسنا انا وياه كنتسرحوا. كيفاش ما بينه وبينك؟ ريح. شكون انت بعدا؟ انا هو الحلزون الببوش الببوش. انت هو الحلزون؟ ولكن الحلزون يا اخي داخل جواك وانت خارج جواك، انت بحال الصعيقه عرفتي شي راه تشدد جدتي ليا طيحتي ليا كتافي انا مزوق فيك. بغيتي تفهم مزيان انا هو اللي كنقلب على الفروج. ها انت هو اللي كتقلب؟ ايه اخويا قلب على الفروج. ريح. شوف غتخلي عليك الراجل ولا والله تنجمع لك جوقه ونشوهك. اييه اجمع عليه الجوقه وشويه. اسمع اسي اش كنقول لك؟ شتي هاد المراه راها مرتي. لا 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 انا مبقيتش مرتك، انا مطلقه منك، انا مطلقه منه. حرام عليك حرام الكبيره. وانا راه ماشي انا راه ماشي لخاطري، راه دارنا اللي ضغطوا عليا وقالوا لي باش نطلق منك. خليني انا نمشي لحالي وفيلاتكم فرقوا السمح بينا. باغي تمشي في حالك فين فين؟ فين باغي تمشي في حالك؟ حيد يدك على الراجل. هاد المره راه ندوزتها لك. المره الجايه راه نلقاك تتفلى على شي بنت الناس ولا مرت شي راجل. راه والله تنهرس لك العظام ديالك. ما نهرس لك الله يرحمك. يلا سير. انا خويا غادي. يلا سير. ما تحقرش عليا حيت الشيء اللي قليل صح الله يعاونك. سير كيبغي تحقر عليا. وعليك المصيبة. اش قلتي؟ ما قلت والو. صافي الكبير ديالي انت عارفني كنبغيك وما نقدرش تفرق معاك، هاي دارنا والله. والحبيبة انت دابا نعاودو نرجعو. نرجعو يلا نمشيو. جد تاني تانا والله. انت لالا شوفي انت شوفي لك الرومانسية والتكركير، شوفي باك يكركر انت هي كتكركر. صافي صافي تصوير راني شتا، إلا كنتي باغية تحكني وتفقسني صافي مرحبا بك. لا ما نفقسك ما والو، أنايا كنقول لك باش هاد المرة اللي قلت لك الهضرة تبداي تيقي. يلا فينا هو دابا فينا هو؟ ما تلقاه كيتردى معاه، ياك هاد الوقيتة هادي كيكون كيوجد الغدا. بابا بابا فين تعطلتي؟ الله يرضي على بنتي، الله يرضي عليك، خفي عليا من كثرة الأسئلة، فين كنتي في مالك تعطلتي منين جيتي؟ واه أنا راجل كبير أنا مابقاش شي حظ يعني. واخا بابا راني بغيت نهضر معاك. أنتِ دابا كتهضري معايا شنو كديري دابا؟ راك كتهضري معايا. بغيت نسولك، شافوك الناس واقف مع واحد المرأة. إيوا من بعد. كتهضر معاها. إيوا هضرت مع المرأة شنو حرام؟ نبقى نهضر غير مع الرجال. ماشي حرام بابا، زعما إلا كانت بيناتكم شي حاجة ولا شي حاجة تعاود لي أنا راه بنتك بغيت نفهم. أبنتي الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، خلي بيناتنا واحد شوية ديال الاحترام، ما تبقاش تدخلوا لي في المسائل الشخصية الله يهديك، سيروا إلا عندكم شي شغل سيروا تقضيهم الله يعاونكم، سيروا. يلا خويو عليا الله يرحم الوالدين. واخا اسمح لينا. يلا. يلا سيد قدامي. اسمح لينا بابا. خويو عليا شوية. بزاف هادشي. طيب. طيب. ها مالها القيم؟ عييتي ما تجري مورا الكبيرة. الساعة طحتي في المصيدة وتهلا فيك الكبير. الله يهديك، ما كاين لا كبيرة ولا صغيرة ولا صالحة ولا طالحة، صافي غندير بناقص من هادشي كاع. الكبيرة ولا بلا صغيرة ما يحلاش، بقيتي فيا مسكين. وشنو دابا رقية دابا كضحكي عليا ياك؟ شوف 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 لك شي جرادة مالحة. عافاك الله يخليك، راه ما عندي كاع لا الهضرة عافاك. حتى من بعد ونهضرو. سلام عليك. انا عمري ما ننسى سي حامد، تيدي مول الامانه امنته. سي طيب واش تحماقيتي ولا مالك؟ وهاد الكبيره شوف اش وقع لك من موراها وكتقولي ما عمرك نساها. ما كنهضرش على الكبيره، راه كنهضر على الكبير راجلها. واحد بوركابي يلاه خرج من الحبس، شفت واحد المقلضم بقاني جالس معاه ملي كنبغي نوض كيقول لي اجلس، بحال كيحط لي شي طروطوار على كتافي مشي يقتلني. عرفتي داير بحال شي طور عايش يحفظ الله. اما كون راه فوت فيها شي دقه وكون راه مول الامانه امنته
ودرتو عشايا ووقفتي في كنز. برا والباس عليك السي الطيب، مازال ان شاء الله عمرك طويل. المهم السي الطيب نجيك من الاخر. دابا انا هاد المره راه عندي لك واحد الهمزه، واحد المراه اللوكس. حميد دخل سوق راسك. يا صلاتي الزيني يا صلاتي. هبه تعطلتي. هبه اسمحي لي يا صافي. فين تعطلتي؟ اسمحي لي كنتسناكم بعيد وكليت. حتى بابا ما عرفتوش فين مقصر. انا تجيت مع خالتي شوميشة، فهمتيني طفى التليفون وتبرزت ياك، ولكن راه جبت لك حقك من لبستي. لا لا حقي انا تعشيت اسيدي غير بصحتك وراحتك. فين تعطلتي؟ هاتي دخلتك شوميشة بان لي غريب. فين تعطلتي؟ انا نعاود عليك بحال الخرافة. خارج من الخدمه تلاقيت مع خالتي شوميشه، قالت لك والو جيت الشمعيه. قلت لها لا راه خليت كتسناني. قالت لي مني منك مني. انت كتعرفيني ما نقدرش نريجيستي قدام الماكله ديال خالتي، فهمتيني؟ دابا علاش كتكذب؟ واش دابا هي اللي عرضت عليك ولا انت اللي عرضتي على راسك؟ شتي وانت عاوتاني نيتك ناقصه. واشوف انا اللي نيتي مزيانه وجاب لك خبر مجهده على باك. يلا قول شنو هي هذا الخبر؟ السيده اللي تعشيت معها اليوم اللي هي خالتك شوميشه مالها؟ وهي لاله العروسه ديال الوليد ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يا خويا ما كتحشم. انا ما كرهتش انا داك الوجه ديالك نشدو نديرو عندي باش ندخل فيه بشي بلاصه. دابا بغيتي تجوج الناس لحقاش السيده شداتك وكلاتك وشبعتك كريشه. ولا واقيلا بغيتي تجوجهم باش تلاقيهم وتبقى كل مره غادي عندهم تيتينيني تاكل وتغدى وتفطر وتعشى ودير كل شيء على حسابهم. انت ما كاين لهم نيتك ناقصه معايا. والسيده غزاله ولاباس عليها بدارها والسيده موظفه متقاعده بالمنظر ديالها. سمعناش خاسرين، حنا غادي نجوجوهم ونديوهم لدارها وحنا نرجعو لهنايا نديرو المشروع ديالنا ديال الاحراس والحفلات، فهمتيني؟ ونعيشو احرار مع راسنا. اش بالك؟ شي تفكير كله ولا مادي، تحولتي كلك وليتي كتفكري في الفلوس. ودا خويا نمشيو نعسو في دارنا، انا راني عييت مسرح انا قاصه كنسين فيك. واش سعيده غير تيقي فيا هاد المره؟ ما غاديش نثيق فيك، نوض قاعد نمشيو نعسو في دارنا. هانتي شوفي خليني دابا يعطيني فرصه راه صوبت واحد الرونديفو مع باك. غادي يتلاقاو تفاهموا هو هذاك ما تف... واش بغيتي شي برانيه تجي طير لنا بالراجل ونصدقوا لها مشروع على ماكله؟ طيبتي لي قلبي قلبي طيبتي لي. واخا خويا انا غادي نتبعك في هادشي ديالك هاد المره ونشوف هادشي ديالك فين غادي يخرجنا. ها هو جا على سلامة مولاي السلطان. مولاي سلطانك ما دخلتيني هاد الدخله هادي، اش باقي كديروا نتانا؟ سيروا تنعسوا لداركم، سيروا تنعسوا خليكم. واه جلس جلس وانت بعدا فين تعكلتي خلعتينا عليك. جلس جلس يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا لاباس شنو؟ مالكم؟ اش واقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاج عندي لك واحد الدجاجه بكمونه. دجاجه بكمونه؟ منين طاح عليك هاد الكرامه وليدي يا سعدون؟ منين جاك؟ لا راه ماشي دجاجه، دجاجه المراه لاله العروسه. مرأة؟ مرأة عاوتاني الله يسمعنا خير، شكون هاد المرأة؟ اش بان لك؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ نمشي معاك في هاد الرأي هذا. المهم واش باقا كيف كانت ولا دبرت في مرة؟ وعاد زيان السيدة ولات غسالة عطية اللعين، عرفتي كيفاش شنو؟ المهم هي أنا سمعتها تقاعدت شحال هادي ياك؟ واش تقاعدت من الخدمة ومن الهضرة والترطارة واجية في أمو قول ولا باقا لا 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 لا؟ والله إلا دفك إلا كوميدي، والله إلا درجك إلا كوميدي كوميدي سبحان الله العظيم. أنا سولتك جاوبني. لا السيدة قلت لك معقولة دابا عاد ترز الزناط وعاد هاك نيشان هادشي كله ولا فيها؟ ولا سمحتي ما ديرهاش مني قلت الصواب الحاج. دابا انا خديت لك واحد الرونديفو انت وياها. شوف عجبتك هو هذاك، ما عجبت غادي تعجبك الحاج، غادي تعجبك وغادي تشكرني حياتك كلها. ياك اي واش غادي نقول لك؟ فكري شوف انت واخا هاد القضية درتيها ماشي هي هذيك، مشيتي خديتي لي موعد بلا ما تشاور معايا غادي نغامر معك. يا الله اي والله يكمل بك. يلا جمعوا لي الوقفه وسيروا تقضيو حاجه راسكم. غير بغيت ندير واحد القضيه عندك ما غتقول لي. سيروا تنعسوا لانني حتى انا باغي الناس نرتاح باش نصبح اون فورم باش نشل هذا الموعد ديال خالتك شوميسه ان شاء الله. والله يكمل بخير. الله يكمل بخير. امين امين. سلام سلام. احنا راه تعشينا اللي بغيت تاكل بسيطه. لا لا ما قادش ناكل معك. سمح لينا. سلامة بنتي الله يعاونك. كي جيتك كي جيتك لا حول ولا قوة إلا بالله. وداك نسق سيف هذا برزنا عاوتاني غادي يدخل لي هاد شوميسه في دماغي نبات عاوتاني الليل كله وانا كنمرمج.
تفضل عمي. انا مفضل جلس هنا. ايه مزيان مزيان، ولكن دخلتك فين؟ دخلتك شو ميساج تعطلات وقيلة ولا لا؟ هي جاي انا راه انا دخلتي بنت عائله راه كلاس راه العربوني يبان لك غير مني انا. ايه راك خرب بلادي، رانا عارف العربون عارفو. انا ما كنتش عليك، انا راه مور الغدا كنركب طويق عرفتي عيني كيتلصقوا عليا، ما كرهتش ندير شي غميضه بين ما تجي هاد بنت خالتك ولا خالتك ولا سميتها. لا لا خالتي غير ارتاح ارتاح مع راسك ارتاح، ولكن عندك كيجيك النعاس. لا لا ما تخافش، المهم انت ملي تشوفني غرقت النعاس انا عندي لك هكا غادي ليا كنت هكا غادي ليا هكا ادق عليا عندي لك بحال هكا صافي تنقع عليا نفيق سمعتي. خذ المخده زيدك مخده صافي مخده وحده، ما تبقاش تقول لي شنو غادي ندير. لا 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 هي قلت زعما باش جيب الله يخليك واحد لافوكا ويكون كبير. دوزي معايا؟ لا حاشا الله يودي، انا نعس ارتاح ارتاح مع راسك. كان هي جات هي جات كون هي اللي جات خلاتيني. لا العروسة. شكون العروسة عاوتاني؟ خالتي. شو ميسا جات؟ صوب صوب ديك. شو ميسا؟ صوب ديك. يلا 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 استقبلها استقبلها. خالتي. بقاش قلت لها خالتي. إوا تعطلتي تنتي. إوا صافي. يلا الله خلي لي الأناقة عاوتاني الصلاة والسلام على رسول الله. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدتي مرحبا. مرحبا سيدتي مرحبا. اسمح لي تعطلت لان الكالونطري ديال المراه تعطل شي شويه. انت كتعرف خالتي كنقدم لك عمي. ويلي على تقدم لي السي طيب وهادي خفى القمر. زوينه هادي خفى القمر. خالتي شوميشه مع عمي قمر هادي راه قصيده شعريه رومانسيه ياك يا عمي. سعدون الله يرضي على ولدي، هذا ماشي وقت المزاح. شوف ولدي سير دير دوره، انا رانا عارف الطريق باش نرجع للدار غير سير. لا 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 غير بلاتي خصني ناكل، مازال ما كليتش غير نشوف. غير انت وليتي هادشي كله قرقرتي وعاد باغي تاكل الله يهديك. لا هذا راه غير مقدمه باش نفتح الشهيه. كنعرف انت راك واحد جلاخه منك ما كان هاك. ها واحد 200 درهم سير كل وشرب وتمتع مع راسك. كلها كلها غير سير خذها تمتع سير حرقها. يلا يلا المهم انا نخليكم بيناتكم باش يلا 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 الله يعاونكم. سلام يلا السلام عليكم. اسمح لي سي طيب انا ماشي تعطلت بالعاني حيت انا الطبيب ديالي كيقول لي ديال الجلد ما تخرجيش ملي تكون الشمس ساطعه هكاك، حيت لابو ديالي بحال ديال نيكول كيدمان. تبارك الله تبارك الله تبارك طيب تبارك الله تبارك الله تبارك الله ومخرج لي دي برودوي او دغام. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وحتى صحاباتي كيقولوها لي في الخدمه كيقول لي لابو ديالك زوينه تهلاي فيها. كنقول بسم الله الرحمن الرحيم قول عندكم تعي قول اعوذ بربي الفلق. صح العين حق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله وما شاء الله. شتي انا اللي اقترحت على سعدون باش يكون معانا حيت ما جاتش هاي نجلس انا وياك الراس في الراس حشومه. ولكن يا سيدتي كنظن سبق لينا تشوفنا في العرس ديال بنتي سعيده مع سعدون وكنت شفتيك وابتسمت ورديتي لي الابتسامه باحسن منها او لا؟ واخا هكاك سي طيب حشومه ميمكنش نجلسوا انا وياك ما غادي نجبروا ما نقولوا وبالاخص انا مرا سكوتيه ما فيهاش قوه الهضره. اي تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الحبيبه أمدرا. صافي قضى الله الغرض. كيفاش قضى الله الغرض؟ صافي تبرونش الاب الماسون ديالك مع لاله شوميسه لاله العروسه. جلستيهم بعينك وجلستيهم بيديك وبانوا لك متفاهمين. هي جلستهم بيدي ما كاملاش جوج دقائق حتى عينيهم بداو كيفرفروا، هي كدير فيها هو كيدير فيها حتى وليت انايا فوسنوط فوسطهم. عرفتي اش دار باك؟ صدرني ب 200 درهم اول مره كتوقع في التاريخ. بركة انت من الكذوب قال لك اول مره كتوقع في التاريخ، حنا كيفاش بعانين معاهم خاصنا مع حتى شي خير الحمد لله. وتا هو ما غادي يشوف معنا غير الخير، حتى حنايا غادي نجوجوه نهزوه في العماريه داها وداها والله ما خلاها حتى نتيو لدويرتو نسدو عليهم ونجيو للمشروع ديالنا. يا سلام اسمع حبيبه
هاد الحيوطه وهاد الشيء خصو يحيد عليا باش تساعد الدنيا ونديروا رخام في الارض ها وشي زوقات بلديه الفوق وهر العريس هنا وعلى العروسه هنا يا وهبطي لداها وداها ماشي علاش اخويا هل العريس من هنا وهل العروسه من هنا علاش غادي نفرقوهم راه بالعكس خاصنا نخلطوهم باش ولادهم يتعرفوا على بناتهم وكل شيء يبغي يتزوج وحنا ولاد الطلب على القاعه ياك ايوا راه هو الغرض بغيتي يوقع لنا الا كنت سيركوي لا 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 اول المشروع ما قالتني على المشاكل هل العروسه هنا هل العريس هنا والسيكوريتي ولي فيديو هنايا وتهنينا شنو غنقد عليك ما يقد عليك غير خلقك انا راه ما نقدش عليك حبيبه جمعك الخضر ميرسي يلا بسام انا غادي نمشي نحرق اش تحرق 200 درهم اللي عطاني باباك بالصحه والراحه يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين ملي كنت خدام قبل ما ناخذ التقاعد لا 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 عندك التقاعد النسبي اما التقاعد الاخر باقي بعيد 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 عليا الله يطول عمرك وانا عز عليا الثقافه كنبغي نقرا انا قاريه روايات عبير ياك ايه وخصوصا سندريلا تبارك الله القرايه غير مزيانه هما تيقولوا على ان القراءه هي كنز لا يفنى او لا طبعا حيت انا عندي واحد الشبه شويه بها سندريلا هي عيشه رميده ديالنا شكرا على هذه المعلومه دابا سندريلا هي عيشه رميده ديالنا دابا انت وسندريلا كتقتسموا داك انها مراه مسكينه وفقيره لا 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 ما فهمتينيش كاين واحد التقارب هي ضع على الصباط ديالها ولقاه لها الامير وانا ضع لي الشربين ومازال ما لقيتش اللي لقى لي الشربين ايوا واش غادي نقول لك استاذه شميسة هو بالنسبه للشربين وفي الحقيقة هذوك المعلمين دي الرقيقية ما نبدأو كينقارضو ما كاين غير دوك الشرابل ديال عدي وبيدك تعرفي صناعة تقليدية بدات كتعيا المهم دابا راه الشرابل كلهم ولاو غير ديال الميكات ولكن نتمنى لك إن شاء الله يجيب لك شي شربيل لا 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 سي طيب ما فهمتينيش الشربيل غير تعبير مجازي الشربيل هو الراجل اللي بقى ما لقيتوش ولله اش غادي نقول لك اعتبرني انا شربيلك شوفي اصطمي عليا كيف بغيتي اصطمي وعاودي اصطمي غير الله يخليك رانا ما عندي الصحه تكيسي عليا في الزطمه تكيسي عليا العار بعدا خدنا في الهضره ما شربتش والو ما طلبتش والو تمتعي ليا مع راسك خذي راحتك واخا غارسون بنتي ضيعون خدامة الله يبارك فيك هضرة كي داز اللقاء الأول جلسنا ولكن ما طولناش بزاف غير جلسنا هضرنا شي شوية بين لي من خلال هضرتها بأنها مرة طيبة وديال الدار صراحة هي ولكن شوف فيا نعم كنثق فيك بابا ولكن هضرة نتابع الأول باش تعرفها وتأكد منها مزيان هي نمشيو نخطبوها شي خطبوها كاع؟ إيوا ولا ملي قلتيها نديروها ما فيها بس يلا الله يكمل بخير غادي نخطبوها بس كون هي على خاطر يلا الله يكمل بخير الله يحفظك يلا الله يعاونك الله يعاونك الله يسلمك أنا متعطلة هاك خفت هاد البيعة وشري هادي حيدة عليا أنا راه هز الحلوى سي طيب والحلوى صعيبة في الهزان ديالها هاك انتيا شدي هادشي خلينا نشد في الحيط غير بشويه عليك بابا الا فاتت تحت هاد الحلوى هادي ممكن درنا والو تي فيها سعدو يلا تي فيها تي فيها تي فيها بنتي راه عيت كيس نرتاح شويه هادي تقول لك بابا الله يهديك فين غادي تجلس واش غير الكوبيلا شرينا زيد توسخو واش مازال كاع ما وصلنا لهاد الطبقه الرابعه لا راه حنا بقالنا طبقه وحده وغادي نوصلو يلا كبروا مع الطبقه هادي باز لهاد المراه هادي كيفاش كتطلع كل نهار مع الدروش والله الا باز ليها لي سعيده واش غادي دير لها كريميه زيد اهلا مرحبا السلام عليكم كبيره هذا يبارك فيك سلام خالتي كبير حق بابا عطي خالتي تفضلي شكرا شكرا الله يهديك تسالي كل خير ياك ما عيوك الدروز لا 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 بالعكس انا الدروز عندي بحال كنشرب الماء انا راجل رياضي حالي حيت انا الطبيب ديالي هو اللي منع عليا انك تنشري فيلا قال لي لا غتشري في ابارتمون تكون عاليه باش تبقاي طالعه هابطه طالعه هابطه باش نبقى محافظه على الرشقه ديالي الطبيب ما عندي ما يسال عنده الحق عنده الحق تفضل شكرا شكرا بارك الله فيك
كديره خالتي؟ صافي برك عليا من خالتي. كديره اختي لاباس؟ سعدون. نعم. الله يرضي على ولينا، ما تكلف دوك الحلويات، بغيتك دير لهم شي استيفه من شغل يديك. اي راني نستفهم ونقدهم وداك الشيء، اللي شاطر راه نجيبو زعما كل واحد وحقه. انا تنى واش خالتي سمح لنا على الدخل هيك ما برصتنا كل شي حاجه. ولله بالعكس مرحبا بكم ونهار كبير هذا. ربي يخليك. وقلتي لنا والو كي دايره الصحيحه كي داير الخاطر كل شيء مزيان. ولله بخير وعلى خير. يلا لقيتوني ضربت واحد 6 كيلو. وبلي 6 كيلو ديالاش؟ كيلومتر ديال الجري. بصحتك وراحتك خالتي. كنتي بحال بابا حتى هو راه ولاد ليا ما كيطما. ايوا عقيلا ما ضنوش تكويز ذات عيال. لا والله خالتي ما تنوضي، انا اللي غنمشي نعاون سعدون في الكوزينه. الله يرضى على بنتي، الله يرضى عليك. ما يكون منك. ها عندي ميساج. تبارك الله عليها، الله يحفظها. شكرا شكرا. شوف السي الطيب، هذه ما هي مجيتك ما هي دخلتك، ما تحسبهاش عليا. وانت مولات الخير، المهم نرجعي ان شاء الله انا اللي غادي نعرض عليك. لا انا اللي غنعرض عليك وغندير لك عرضه ديال الفرع. يقول لا ما نخسرهاش في وجهك. اون في دوما؟ ها؟ نديرو غدا ان شاء الله. ايه. وفين الزين؟ ف مقهى حبي انا. ما تسالكش. ايه شوف الله يخليك، غتجيب لي جوج كرواسات صغار وجوج ميلفاي وواحد الباناشي كبير. واخا لالا. وانت سي طيب؟ انا شبعان، انا بغيت غير قهوه كحله. الله يرضي عليك. الله يرضي. واخا سران. وجيب لي عندكم سمنات والخلاع؟ لا 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 ما عندناش. بون صافي علاش؟ سبحان الله كنشوفك كتفتح لي الشهيه. مزيان مزيان، انا هو المبروك. ملي كتفتح لك الشهيه ما كتسد لك شي شهيه. بالعكس السي قماري. ايه زوينه هذه، غنبقى نسميك قمر. قمر وشوميجه كوبل واعر هذا. سبحان الله، انت مشحونه بالرومانسيه العجب. ويلي انا مشحونه وكندفق وكن تهرق بالحنان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قولي سيدتي، واش ممكن اننا ندرسوا شي شويه في الموضوع الذي يخصنا ويعرف كل واحد ما له وما عليه؟ ايوا انت سول وانا نجاوب. زوينه عندك هذه، بحال الا زعما بحال غندوزوا شي امتحان. ويلي شحال دمك خفيف. فعلا الا سمحتي لالا شوميسه، عندي واحد سمحي لي واحد جوج واحد الهنيها. شكرا. انا غير هنا غير هنا. يا ديري الطيب، تستاهل تستاهل كل خير، كون راجل بان بوجهك. والله العظيم الا شاف الله السيده هذه، الله يسخر فيها وصافي. مرا جميله وطيبه وفورمه وتقدس. ويلي ويلي ويلي. هاتا احزم راسك يا طيب، احزم راسك كون راجل. شكرا. هذا تعطل شي كله طواليت. الله يلقطع. السلام عليكم. سمح لي يا سيف. السلام ورحمة الله. سمح لي يا شريف. نعم سيدي. ما عرفتش شفتك انا. لا سيدي ما شتيني، ما شفتك ما عمري عرفتك انا. سبحان من خلقوا الشبه 40. سيدي بلا سيدي سيدي، ما فيش مدوز انا وياك الحبس. اعوذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا اخي انا ما عمري الحبس ما وصلت حتى الباب ديالو. ما الله ينجيني اخويا، الله يجي واحد راجل مسالم. حويطه حويطه. سلام. نعم يمكنش في تلاقينا في شي بلاصه ولا ما عرفتش. ما عمرنا اخويا ما عمرنا تلاقينا في شي بلاصه جامي. شوف الله يخليك، راه شي واحد كيتسنى لي. اسمح لي اسمح لي السي الكبير. السلام عليكم. اش يجي بلاتي 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 منعتي، انا خليتها فكره انا بحالك.
دخني هذا الكبير هذا. أمي أمي الله على سلامت بابا الحبيب ديالي. بنتي انت هنايا؟ وانا هنايا جيت ندور بالدار شويه وندير شويه الميناج. ما عندي ما يسيك الله يرضي عليك نيت راه الدار تغبرات. انت لاباس؟ الحمد لله. شوفي بنتي شكون اللي كيضرب بهذه الطريقه هذه؟ جمهورك شي حد؟ اه جمهوري واحد انا جيت بوحدي. خالتي شوميشه الغزاله ديالنا. خليني يا بنتي صافي. ويلي ياك هذه رجله ها؟ خليتيني حاصله في القهوه باش نخلص. ما عندي حتى الفلوس هزاو معايا. كون ما عيطتش لصاحبتي اللي جات خلصات. انا ما فهمتش خالتي بدا تشرحي لي انا الاولى نفهم شنو واقع. باك اكبر بخيل اكبر سكرام. طلب جوج كرواسات وجوج ملفايات وعصير ويهرب. اما كون وصلنا لذاك الشيء اللي كنعيش به انا المصاريف ديالي الطوموبيل والتليفون والماء والضو وزيد عليه بزاف د الحوايج كل عالم الله شو وقع بيا. لا لا شو ميسا اجي جلس حدايا نشرح لك. لا 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 اشرح لي غير من هنا. ها نشرح لك غير من تما. ايوا واش غادي نقول لك؟ شوفي المساله راه كتعلق بالكبير. شكون الكبير؟ راجل الكبيره. شكون الكبيره؟ مرات الكبير. باك ولا كيدخل وخرج في الهضره والحمد لله اللي ما درنا في الطاجين ما يتحرق. علاش خالتي كتقولي في هاد الهضره؟ لا واه انتم ناس كبار وان شاء الله غادي تحلوا مشاكلكم غير بالعقل. لا 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 شتي داك الورد اللي بيناتنا راني رميتو وهذاك سعدون بغيتك حلي السعد ما انا خالته ما انا ختمه. صافي ويلي خالتي شوميشه شوميشه نعيش شيطان. اجي شوميشه لا حول ولا قوه الا بالله. مشى شوميشه. الله 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 بابا وما كاينش اللي يشرح لي من غير كانت الفضيحه شكون هذا الكبير راجل الكبير راه الكبير. اجي بنتي هذيك شوميشه ما بغاش تجلس حدايا نشرح ليها. اجي انت جلسي نشرح لك. اجي زيدي نشرح لك. الكبيره بنتي هو راجل الكبيره. واحد السلام عليكم سي طيب. اهلا 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 نهار كبير هذا. كي داير عمي؟ توحشناك اخويا في الغيوب. كاع ايوا حنا مع الوقت خليها راه غدا كيف بغات. ياك بعدا لاباس؟ الحمد لله والله الا بخير هاد الساعه الحمد لله. ايوا الحمد لله. ايوا انت كاين شي هموس؟ ايوا الحمد لله نقولوا الحمد لله سي طيب ما خطات بركه نقولوا اللوكس. ياك وسبحان الله غير البارح طحتي في بالي كنقول عم الله تصغ به غبر باش كيطرى به. انت علاش درتي في ذاك الموضوع الزواج؟ انا صافي ذاك الموضوع ديال الزواج حيته من دماغي ما كيصدق شي بلاش الله يجعل البركه. لا واه لا واه سي طيب شوف حتى انا بغيت ندبر لك شي مره عندي انايا راه كاين واحد وكاله عصريه وكاله عاد فتحات كتلقي الناس للزواج. هكاك وهذه فكره زوينه هذه تبدا على الاقل هاد الشباب تشجعهم على الزواج مزيان. هي هاد الوكاله سيدي دابا كتلقي الناس في الحلال. انت مثلا اللي باغي تزوج كتنزل عندهم الطلب ديالك وكيعرضوا على العائلات اللي حتى هما باغيين يتزوجوا وكيدركوا شي وقت فاش كتلاقاو باش تفاهموا ولا تفاهمتوا جاب الله التيسير كتزوجوا. ياك وسميتها هذه الوكاله فين جات بعدا وسميتها؟ سميتها احلام يا سلام والعنوان هو عندي. مزيان مزيان نجربوا هذه القضيه نطرقوا هذا الباب حتى ونشوفوا لو طلع لنا شي زهر. عليك يا مولانا ان شاء الله يطلع يطلع ان شاء الله ان شاء الله. المعلم فينك؟ ما عندي ما يسالك موجد القهوه ديالي تبارك الله عليك. اش دار لك؟ نديروا شي طريح؟ العربي راه ديك الدمارة. طيب الطيب ويلي فين غادي سالتو من خني؟ غادي نمشي لواحد الوكاله نعتالي يا حميد صاحبي. شي وكاله على الزواج ما الزواج شي حاجه بحال هكا. احلام يا سلام وعندك غير تولي كوابيس يا سلام. ايوا الحاجه ما تفايلاش عليا كون كنعرف راسي عزيز عليك وكتبغيني وكتبغي لي الخير. دعي معايا دعي معايا. سلام السلام صباح الخير بنتي. صباح الخير أستاذ. أستاذ؟ فين هو الأستاذ؟ أنت هو الأستاذ. سمحي لي ما قدمتش لك نفسي. الطيب حليلو موظف متقاعد. قل لي يا بنتي اسمك الله؟ سميتي فتيحة. فتيحة جميل. شكرا. تبارك الله عليك يا لالة. دابا أنت جالسة هنا باش حتى أنت تقلبي على شي راجل باش تزوج؟ لا أستاذ هذه وكالة وأنا موظفة فيها كنستقبلوا الناس اللي باغيين يتزوجوا.
ايوا الله بسم الله استقبليني وسجليني باش تزوجيني. مرحبا استاذ، مرحبا على راس العين. اذا غادي نحتاج بعدا بعض المعطيات ديالك بما فيها السن، المهنه، الحاله الاجتماعيه، وبعض الصور الجداد ديالك. وشنو بغيتي وشنو كتمنى في الزوجه المستقبليه؟ واخا لا، ولكن واحد الملاحظه، ما سولتينيش على الناحيه الصحيه ديالي. انا راه واخا تشوفيني هكا راجل كبير، راه مازال شاب. انا عاد بلقيتيني درت واحد الدوره كبيره على المدينه ودخلت لداري دوشت. باين عليك. باين عليا مدوش. لا باين عليك سبورتيف يا استاذ. سبحان الله، ابتسامه عندك جميله جدا. شكرا. انا كنشوف هاد الناس هادو ما كيلاحظوش هاد النساء ديال الناس، تبارك الله شحال جميلات، ما كيعيرهم حتى شي اهتمام. شكرا يا استاذ. لا خطاك. اذا دابا نرجعوا لموضوعنا، قول لي شنو هي الشروط اللي بغيتي في الزوجه ديالك؟ الله يرضي على بنتي، انا الشروط ديالي سهله. بغيت مرا ما تكون طويله ما قصيره، ما غليظه ما رقيقه، ما كبيرة ما صغيرة، وسيرتو ما تكونش ترصارة، ما تكونش ترصارة عفاك بحال شوميسة. شكون شوميشة أستاذ؟ لا لا ما تعرفيهاش، إذا بغيت نهضر لك على شوميشة ما غاديش نساليو. المهم أنا اللي عندي هو أنها ما تكونش ترصارة، ما ترصارة ما سكوتية، ما تكون خدامة ما جالسة، هذه باقي لها مستحيلة ما يمكن. لا أستاذ حتى حاجة ما مستحيلة، حتى هذه كاينة. دابا بيني وبينك قول بغيتي ستاجير وصافي. فهمتك أستاذ. دابا قول لي لا، دابا غادي تعطيوني المرأة نديها معايا دابا ونمشي صافي تزوجت. لا أستاذ ماشي بهذه السرعة، ولكن شوف أنا كنوعدك ما غادي تخرج من هنا حتى تتزوج على يدينا ان شاء الله. اذا دابا شنو غادي نطلب ليك؟ نعم. غادي تامر لي عفاك هاد لو فورمولير. نعم. ياك الله يسعدك. تفضل، ها هو الصالون هنايا. ياك الله يعافيك. وردها لي وديك الساعه يكون خير، وانا كنوعدك ما غادي نتعطلش عليك باش نرد عليك ان شاء الله. الله يجازيك بخير. مرحبا استاذ. قول لي بقى لالا، واش انت بصح مزوجه؟ مزوجه استاذ، مزوجه لا قبالك. سبحان الله ما بيناش عليك. لا لا خطيك. شكرا. سبحان الله مرة طيبه، الله يعمرها نقلق. يلا سيدي تبارك الله عليك، 10 غدا ان شاء الله. يلا الله يكمل بخير، الله يكمل بخير. يلا سيدي. ها بسم الله. هانا يا زيد. ما عندي ما يسالش. هانا تانا هكداك. واخا سيدي هانا سيدي. ايه هانا ها الاخرى تانا. الله سيدي كل 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 هانا. هيا اسمح لي. وزيد لعب اصاحبي واش هذاك التليفون؟ الو واخا لا ما نقطعش. هي لا لعب اسيط. اش من لعب ولا ما لعب؟ سكت ما بقيت تقول لي لعب. انت تبقى تهضري يمشيو يسمعوك يتعاملوا غير انا ما عنديش غير يلا مقبل غير الضمه. شكون هادو بعدا سيطين؟ هادي وكاله احلام. يا سلام. الو نعم لالا. اي معكم سي طيب حليلو، هو ضيف الصيون الصحيح. مرحبا لالا. ساره بالبال غدا في 11 ان شاء الله نكون عندكم ان شاء الله. شكرا لالا. شكرا. تحياتي للوكاله ديالكم المحترمه. الى اللقاء. شكرا. يا انت سيدي خذ راحتك، لعب الضمة مع راسك بوحدك الله يسهل الامور. كيفاش لعب؟ سي طيب راه غدا باقي بعيد، لعب بيا كمل وطرح بعدا. شكون باقي بعيد؟ يلا نمشي نعزل الحويجات اللي غنلبس واللون الكرافاطه ونسير الصباط ونكرط وندير شويه ديال الجيل ونبان هكا كنشعل. الله ينيك. انا باغي نكون لوكس وفوق اللوكس. اللوك. يلا تحياتي. لعبتي سير، لعبتي سير. الله يجيبك سير، الله يكمل بخير. علاه حشمنا. امين. الو وي بونجور لالا ادواء، معك وكاله احلام. يا سلام عافاك، بغيت نذكرك بلي عندك موعد دابا معنا في لاجونس. اه انت جايه؟ داكور لالا حنا نتسناوك. طريق السلامه. ابيانتو. Thank you.
عندك لالا تكوني غلطه وعندك شي موعد مع شي راجل اخر من غيري انا. ياك انت هو الطيب حليلو اللي خاصو يتزوج اولا؟ ايه انا هو الطيب حليلو، ولكن هذا كله زار عندي، تجي تختارني بنيتها هكا زويونه وغزاله بحالك. خذ راحتك السي الطيب، المهم انا شفت التصاور ديالك والمعلومات ديالك وعرفتك مزيان، وانا قابله نتعاود معاك على الزواج. حتى كتكوني شي طالبه جامعيه دايره شي بحث علمي على دوك الرجال الكبار شي بالي اللي كيتزوجوا بنيته تقد بناتهم. لا سي الطيب، انا قابله نتزوج بيك ونحقق احلام. يا سلام. وحقيقه راه هي احلام، ولكن نتمنى انها تكون يا سلام. كون متاكد غادي تكون فيها الاحلام والسلام. ياك؟ ايوا نتمنى على الله. ما قدمتش لكش نفسي، انا كيف كتعرفي الطيب حليلو موظف متقاعد، كنت كنخدم في المعمل ديال الوقيد. كتعرفي الوقيد ولا انت صغيره على الوقيد؟ اضواء الهرفاوي. اضواء، تبارك الله، داكشي علاش كنشوف الدنيا منوره وكل شيء زاهر تبارك الله والانوار ساطعه. ما كيهمش السي الطيب الاسماء والالقاب، المهم هو القلب ديال الانسان اللي خصو يكون صافي ونقي وكيبغي الخير لراسو وللناس. هادشي هو اللي كنكتب، حتى انا القلب النقي والنية الحسنه. وهادشي اللي عندك السي الطيب راه راس مال مهم. نجيك من الاخر، ما كاين لا راس مال ولا حسن، راه المهم ده على قد الحال. يلا عندي السكن وعايش، ما عندناش ما خصناش. لا السي الطيب، راس المال اللي قصدت هو الطيبوبه والقلب الابيض. الله على كلام شحال زين، فليتها هكا زوينه وكتهضر بهذه اللغه هذه، ما عندي ما يسالك. قول لي واش سبق لك فايت فيك الزواج؟ يا سي الطيب، سبق لي تزوجت. لو كان ما سبق ليش تزوجت براجل صغير وطقت معاه المراره، ما كنتش نفكر نتزوج براجل كبير، يعني راجل ناضج. النضج هو الاساس، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بقيمه الجمال، ما كيعرفوش كيف يتعاملوا المراه بواحد الليونه وبالعاطفه وبالحب. عام من وراء الطلاق ديالي السي الطيب والخطاب كيتقدموا لي، ما كنتش كنبغي، كنت تعقدت، حتى قالوا لي على هذه الوكاله، وقلت انا مراه بالكرامه ديالي، وانا اللي غادي نختار الراجل اللي غادي نتزوج به. وانا اختاريتك انت السي الطيب. يختارك الخير والربح، افضلي يختارك الخير والربح. حتى انا بصراحه انا كنقلب على شي مرات تكون مزيونه هكا وظريفه بحالك اللي تعيش معايا وتاخذ بيدي وتحضنني ونحضنها. صافي بارك، تبدا تبكي عليا هنا. ها؟ اسمح لي السي الطيب وصافي، عافاك، غادي تبكيني معاك. دابا كيفاش غادي نتزوجوا ووقتاش غادي نتزوجوا؟ طبعا يمكننا نتزوجوا، ولكن خصنا الوقت بزاف باش نتعرفوا على بعضياتنا. علاش ما نستغلوش الفرصه؟ علاش غنحتاجوا حنا الوقت؟ حنا دابا ناخذوا شي قهوه انا وياك ونتعرفوا على بعضياتنا اكثر. خليها حتى العشيه، دابا خصني نمشي ضروري نشوف ماما، راه ما كتبغينيش نتعطل على برا. الله يخليها لينا، قولي امين. امين يا ربي. نعم. نتلاقاو في العشيه في القهوه السعاده اللي كاينه في الكورن. نعم لاله، نمشي للقهوه نتسنى السعاده، في السعاده يا السعاده. الحديث معك ممتع. جلسه معك زوينه السي الطيب، ولكن خصني نمشي في حالي، المغرب قربات تأذن، ماما غادي تخاصم عليا الا تعطلت من ورا المغرب. وتبارك الله دينا وجبنا في الهضره وخدينا فكره على بعضياتنا. حقيقه جلسنا ساعتين بحال الا جلسنا خمسه ديال الدقائق. للاسف للاسف هذا السفر غادي يحرمني منك. خصني ضروري نمشي نشوف خالتي عيانه شي شويه، غنطلل عليها وصافي. حنا تربينا عزاز على بعضياتنا وما كنقدروش نغيبوا على بعضياتنا بزاف، وان شاء الله دابا نديك معايا لعندها ونساريك شارع بشارع ومدينه بمدينه. ان شاء الله ان شاء الله، الله يكمل علينا بخير، ان شاء الله نتزوجوا وديك الساعه ديري نشوف اوروبا. انا راه حدي طنجه، عمري ما سافرت. ان شاء الله معايا غادي تفوت طنجه لهي، ولكن دابا انا غادي غير سيمانه، ما غاديش نتعطل. استغفر الله، عرفتي سيمانه بالنسبه ليا شنو هي؟ راه بحال شي 10 سنين، ولكن ماشي بس ما كاين، غادي ننتظرك. سأنتظرك على أحر من الجمر. خليك لي الطيبوبة ديالي. الطيبوبة ديالي؟ أول استغفر الله العظيم، عمري ما سمعت هذه الاسمية، عمري ما شي واحد قال لي الطيبوبة ديالي. أي الطيبوبة ديالي. يا ويلي ويلي، زيديني عشقا، زيديني. عرفتي الطيبوبة ديالي كتخرج بحال الشد ديال العسل، بحال حلوة تبارك الله حلوة. ويلا يلا نمشيو فحالنا قبل ما نتعطل. نمشي على كفوف يديا. شي ولنا. مرحبا. أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، أنت كلك خطر ما تبقاش يتحقق فيها، لا تقول لي حتى كلمة. بابا
هي 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 اليوم تقول راك كثرتي عليا بالدندن والموسيقى الرومانسيه. ايوا شنو فيها؟ على ما عنديش الحق انني ندندن ونغني مع راسي، حتى انا رانا بشر وعندي احساس. ما انا الا بشر. اسيدي ما قلنا حتى شي حاجه بهذا الشيء، عندك الحق. غير هو كان عندك يمشي يكون شي دوسي ديال الزواج جديد ومخبيه عليا. حيت هاد الايامات كلها راه ما كاين الاناقه والشياكه، راه بزاف هاد الشيء. شوفي بنتي، راه ما كاين غير الاناقه والشياكه والاضواء هي اضواء. اسيدي الاضواء بصحتك وراحتك. أنا كنت منه يكون شي دوسي فيه الخير. غادي يكون فيه الخير إن شاء الله، أنا متفائل. اطمئني على باباك. سأل اسمحي لي يا بنتي، اسمحي لي عفاك، اسمحي لي الله يرضي عليك. أنت شكون اللي كيعيط؟ اسمحي لي يا بنتي، هذا واحد الصديق ديالي من هاواي معيط لي، بغا يتواصل معايا. هاواي هي الأولى. يلا شكرا. ألو وي أضواء. علاش لامتك؟ علاش لامتك؟ إذا وقتاش غادي نتلاقاو؟ غير سمح لي الطيبوبة ديالي، خاصني نرتاح هاد الأيامات. أنت عارف السفر والطيارة والطريق. شوفي ارتاحي مع راسك وملي تسالي اتصلي بيا باش نخرجوا شوية. واخا؟ واخا الطيبوبة ديالي. عرفتي الطيبوبتي، خديت واحد ليبوط سيني من جلد التمساح، خديتهم غير باش نلبسهم لي، كنت كنت أول واحد كيشوفني لابساهم، ولكن نسيتهم عند خالتي وقلت لها ترسلهم لي في الشركة ديال الإرساليات. المشكل ما جبرتش لاكارت ناسيونال ديالي، عييت نقلب، قلبت الدنيا عليها وما جبرتهاش، وقلت لها ترسلهم في الاسم الخطيب ديالي. شكون هو هاد الخطيب؟ وشكون من غيرك طيبوبتي؟ سمحي لي تحب لي عندك شي خطيب اخر. ياك طيبوبتي ياك، كتنسى انك الخطيب ديالي. لا لا بالعكس ما نسيت، غير وكان انا كنسى بانني انت هي خطيبتي. وهكذا كطيبوبه ديالي. ودابا بغيتك تعطيني العنوان ديالك بالتفصيل باش هي ترسلهم لي وانت تمشي تجيبهم لي من شركة الإرساليات. واخا مادا بيا. انا خدي قيدي طيب حليلو. اسم على مسمى، طيب وحليلو في نفس الوقت. اي والعنوان زنقة العارية العار رقم 11. خليك لي الطيبوبة ديالي امو مدعيني. يلا بسلامة حتى نتلاقاو ان شاء الله. باي باي. بسلامة لالا. بسلامة. طيب الطيب ويلي فين غادي سالتو من خني؟ مالك الحاجه وليتي رافده معايا ضد مالك؟ فين ما شتيني فرحان ورشق ليا كتبغي تنغصي عليا حياتي؟ شنو عندك؟ هاي عليك الطيب، شحال تبدلتي صافي، هانت عليك العشره والملحه والطعام. ودابا خابيني وبينك هاد البنيه ديالها كتريه، غادي تقدر تجوج فيك انت. على مالي انا؟ مالي الرزانه والتباته والرجوله، علاش ما تقبلش تزوج بيا؟ علاش ما قلناش لا؟ ولكن الرزانه والشباب تيبغي واحد شويه ديال العقل. حاجه وقيلا زدتي فيه. بركه بركه، راه طلعتي ليا في راسي بصراحه. هاد الصوره اللي غادا تخلق لي هاد المسالات نحيدها انا كاع. عندك الزهر. الو سي حميد، كي داير؟ لقيتيني خارج، غادي نمشي لديك الوكاله ديال الارساليات نجيب واحد الكوليه من تما. شكرا بارك الله فيك. انا انت غتوصلني، انا غندوز عندك دابا الباب دار ديالك، تلقاني واخا كنتسناك. يلا تحياتي بسلامه. بقاي كتحن الزيفيه. دابا انت غتمشي تاخد شي حاجه ماشي ديالك. الله يهديك يا حميد، واش نسيتي بلي راه خطيبتي والمسائل ديالي راهما ديالها وديالها راهما ديالي عادي. ايوا سيدي، وعلاش ما تمشيش تاخذهم هي؟ الله يهديك، راه قلت لك تلفات لها لاكارت ناسيونال، راه مالك ما كتفهمش؟ هي سيدي تلفات لها لاكارت ناسيونال، ما كاين باس، راه كاين بزاف د الحلول. كيمكن لها نعم سيدي تاخذ شهاده الضيعه وكدير فيها الصوره ديالها، ولا كتنعم سيدي الباسبور، ولا ما كانش الباسبور كاع كدير مع جوج الناس اللي عندهم البطاقه الوطنيه ديالهم كيدخلوا معاك وكتاخذ الامانه ديالها. اسمح لي يا سي الطيب، انا لا بغيتي رايي هادشي كيبان لي ماشي لوكس، هادشي فريه. غريب يا اخي، شحال فيك ديال الوسواس. خلي الامور غدا وداكشي اللي غادي يوصلوا لي راه غادي يوصلوا لي كيف ما كان الحال. الله يهديك. ايوا يكون خير ان شاء الله. يكون هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله. السلام عليكم. نعم سيدي، شحال الخاطر؟ الله يرضي عليك ولدي، واحد الكليه جات باسمي الطيب حليلو. واخا واحد دقيقه. واخا ممكن تعطيني اسم المرسل؟ المرسل تعرف شكون اللي صيفطها؟ خالت مراتي خطيبه. كيفاش؟ خالت خطيبتي. واخا ممكن تعطي بطاقات الهويه ديالك؟ اييه معلوم. الله يودي هكاي البطاقه فتاي. واخا واحد دقيقه بقى معايا. هادي واش جايه من فرنسا لا؟ اييه جايه من فرنسا. حيت فيها اسم مرسل جاك مانولو. جاك مانولو؟ اييه هادشي اللي عندي في السيستم. يمكن هذا جار خالت خطيبتي. قول لها حميد، ما كتعرفش انت شي واحد سميتو جاك مانولو؟ سي طيب واش حماقيتي ولا مالك؟ منين غنعرف انا هاد جاك مانولو؟ لا يسحر سبحان الله، ما انت كتقرا داكشي ديال الجرائد وداكشي اللي يكون داز عليك هاد الاسم ستيفنك، ما شتيش؟ يهديك السي طيب. واخا نعم سيدي، فاش غتكون واجده؟ غدا غتوصل ان شاء الله، باقا عند الجمارك. واخا سيدي شكرا. تفضل سيدي. بارك الله فيك. مرحبا. عاونكم سيدي. مرحبا. قال لك خاصها تدوز عند الجمارك. اي معلوم، راه اي حاجه كتدخل من برا خاصها تقلب، خاصها ترقم من طرف الجمارك. واخا ولدي، الله يعاونك. سلامة. الله يعاون سلامة. سير سير على الله. الو ادوار، اهلا. طيبوبتي جبتي لي لابوط ديالي؟ لا لا باقي. كيفاش باقي؟ بشويه ما تغوتيش عليا، عافاك راك خلعتيني. اسمح لي يا طيبوبتي، انا غير معصبه على لابوط ديالي، كنتسناهم على نار كيف ما كيقولوا، على داكشي علاش انا معصبه. صافي غدا ان شاء الله غادي نتوصل بالامل، مجرد ما نتوصل بيه غادي نعيط لك، كوني هانيه. برافو طيبوبتي برافو، حتى انا كنتسنى باش نتلاقاو على احر من الجمر. يلا يلا حبيبي يلا. سلامه. خليك لي الطيبوبة ديالي أمو مدعينية. يلا بسلامة حتى نتلاقاو. يلا أضواء مرحبا. صباح الخير طيبوبتي. صباح الخير، فجعتيني. كنتي تخبريني بانك غادا تجي عندي، على الاقل نستعد باش نستقبلك. قول لي كيفاش عرفتي العنوان؟ جبتي لي لابوط ديالي. لا انا غادي نمشي نجيبهم، راه لقيتيني كنستعد باش نجيبهم، حيت هو دار معايا الصباح. سي طيب انا معصبه هاد الايامات وكنتصرف بلا ما نتبت وما نعساش مزيان، بغيتك دابا تمشي تجيب لي لابوط ديالي. لا ما تقلقيش غادي نمشي دابا، الا كانوا لي بوط هما اللي غادي يهدوا لك اعصابك انا مستعد نمشي نجيبهم، غير ابتسمي لي الغزاله ديالي. يلا دابا دغيا. شوفي دابا انت غادا تمشي بحالك ياك، وانا ملي غادي نسلم هذوك لي بوط غادي نعيط لك باش نتلاقى باش نسلمهم لك. سي طيب انت الخطيب ديالي وحنا قراب نتزوجوا ولا؟ اييه بصح. ايوا من حقي نجي نشوف الدار اللي غادي نسكن فيها واللي غادي نكونوا فيها من بعد، وانت ما عمرك ما عرضتي عليا، وهذه هي المناسبه. اي عندك الحق ديال المناسبه باش تعرفي على دارك ديال المستقبل اللي غادي تتزوجوا فيها وديروا ليها وليدات. مرحبا، خذي راحتك، دارك هادي، انا غادي نمشي نجيب الامان، ما تقلقيش. سي طيب سير دغيا قبل ما نتعصب. واخا لا انا غادي. يلا سير. انا غادي. هاك السي. شكرا شكرا ابو الجي. البطاقه ديالك. الله يعاونك اولدي. شكرا بارك الله فيك. مرحبا. دلا اضواء حبيبه ديالي. أنا على الأمانة. شري لي لابوط ديالي. شكرا. شوية. شوية. بوليس. بوليس؟ أرجنتينا وكفينا. كارتونا. شنو واقع نعم؟ أنت غتشوف شنو واقع. شكون هاد السيدة كتعرفها؟ لا هذه خطيبتي إن شاء الله بحول الله مع قوتي. ناوي ان شاء الله نضربوا صدق في المستقبل اذا سهل شي ضرب. المستقبل هذا هو لي بوت ديالك. شوف اسي الطيب شنو هادشي؟
شنو هادشي الضاوية؟ شنو هادشي؟ ما حشمتي مراعيتي، أنا داير فيك الثقة وغادي معاك بالنية وأنت باغا تصيفطيني للحبس، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سي طيب أنت غتمشي معنا؟ لا لا خويا والله ما درت شي حاجة أنا. سي طيب. نعم. حنا عارفين اللي كاين. غتمشي معنا غنديروا شي إجراءات إدارية وغتلي بالأقوال ديالك وإن شاء الله غترجع حتى لدارك. واخا سي. يلا سي تفضل معنا. السلام عليكم. شكون هادو؟ هذا بنتي وهذا راجلها ولد بنتي. هذا كان والله ما عقلت عليهم. ياك لاباس أبا. ما كاين باس. يلا معنا سي. كيفاش يلا معنا؟ شنو درتي يا أبا؟ والو بنتي غير شي وقع شي صباط جبنا واحد البوط. ما داير من البوط. القصة طويلة تنحكي لك من بعد. كيفاش بوط ديال من؟ دابا نوريك ديال من هاك. أنا ماشي بوطي، بوط واحد البنت. هاك انت باش جبنا صوبوا العشاء شريو شويه الكفته باش تعشاو. واخا شري كيلو. لا شري 6000 ريال الكفته. لا فين غادي؟ الى رجعت انا غادي نتعشى ما رجعتش فرقوا على الكفته على المساكين. واخا يلا سي تفضل سي طيب تفضل معنا. ما تخافوش الله يخليك. ابا صافي اجي بحالك صافي اجي صافي مالنا حنا على هادشي دابا ياك؟ واش كتفلح لي السجارين والكوميساريه كتقول لي مالنا على هادشي؟ فهي شي مساله قانونيه عادي وصافي. واخا دابا شنو ندير انا لمن عييت شنو خصني ندير؟ وانا اللي خصني شنو خصني ندير؟ قال لك دابا جيب كيلو د الكفته. واش لكل واحد كيلو د الكفته ولا كيلو د الكفته لينا؟ كنز عليا كتفلع عليا كيبان لك با ميطو جرين وكتقول لي كفته دابا حنا في الكفته ونقلبوها كبده وصافي. سعدون صافي اجي لهنا. فضيحة من العيار الثقيل، قضية مهربة مخدرات، عضو في عصابة كبيرة مع متقاعد أوهمته بالزواج. أولي استغفر الله العظيم. دابا أنا وليت في آخر يومي غادي نولي كنتاجر في المخدرات الصلبة. قول لي واش ذاكرين تما سميتي؟ لا لا ما يمكنش ذكروا سميتك. أو أنا كون غير ذكروا على القبل باش نولي مشهور. دابا هادشي ديال الفضائح غير دير شي فضيحة وأنت وليتي داير البوز. المهم شنو درتي لي في هاد القضية هذه؟ قول لي الله يخليك لي. أنا راه ديك السيدة ملي تعرفت عليها لبساتني ما بقيت عارف شنو كندير. ورا حميد اللوكس هذا اللي معاك واش أنا غدوز عليا؟ أنا ملي عاودت هاد القضية ديال لي بوط ما لي بوط وجايين من الخارج ما الخارج أنا ما دخلتليش مخي، دخلني الوسواس. اتصلت بواحد الضابط صديق ديالي. ايوا ناسي الناس ديال الامن قاموا بالواجب. ايه السيده سيدي راه كانت فيها كميه مخدرات كبيره. ايه وانت كنت غادي تقدم فيها. هي دابا نيشات عليك انت حيت انت وجه ما معروفش ما غادي ترتبك ما والو. اما هي راه عندها سوابق وجه معروف فهمتي؟ انا كنفهم. الحمد لله على لطف الله. الحمد لله على لطف الله. ايوا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي العياشي هذا. اهلا ولد عمي. كي داير ولد عمي؟ الحمد لله. السلام لاباس عليك. كي داير انت؟ كي داير معنا عليك؟ كلشي بخير. وين الدوار كلشي لاباس؟ الحمد لله. ربي يخليك. الحمد لله. واحد الباروك. ايه الله يعطيك الخير وما مسقي راسك. الله يهديك الله يهديك. شكون هذا السيد هذا؟ هذا العياشي ولد عمي وراجل لوكس. سي العياشي الطيب الصديق اللوكس ديالي. تا هو راه عزيز عليا. تشرفينا سيدي. تشرفينا سي طيب. تشرفينا. الله يبارك فيك. سي هذا سي حميد لوكس. الله يعمرها دار. لوكس نيت. وعزيز علينا في الدوار. ما كاينش اللي كيقولها فيه خايبه. الله يودي. وتا هو تبارك الله من كيجيو لهنا للمدينه كيقضي لهم الغرض. الله يودي. الله يودي وليده حطو على الجرح يبرى ونعم. اي راه مزيان ما قلناش ولكن هذه راه فرصه باش نتشكى لك منه. او مدة هذه ما جا حط رجلو عندنا. بحال تقول ما عرفاش درنا ليه. عاف الله عما سال الماضي ماضى. حنا ولاد اليوم انا غادي نبرك فيه وغادي نمشي انا وياه للعربي وتنسوا والفرح ونشربوا الكيسان ديالي نتاي والشوا غيكون لي عليه خاطرك. انا غادي ندي بز منه. ايوا شتي شتي الناس اش تقول. سي طيب. نعم سي. مرحبا بك عندي وقت ما بغيتي. ها بغى يجي يجي ما بغاش يجي يجي بوحدك. التليفون راه عنده اتصل بيا تلقى لي كتسدك. شكرا سي بارك الله فيك الله يكثر خيرك. انا وليت نجيب الكرسي تجلس بعدا. لا 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 لا, لا, لا. عندي بزاف ديال الاغراض خصني نقضيهم قبل ما يسدوا الاداره. ياك واخا سي. شوف ها غير احتاجتي شي حاجه عيط لي. ضروري ضروري. يلا سي طيب الله يعاونك. الله يعاونك سي. سلامه سلامه سي طيب. والله الا طاحت لي واحد الفكره لوكس. امر هي هاد العياش ولد عمي اللي كان دابا. عنده سيدي واحد اختو مراه رزينه مراه بعقلها مراه ديال الزمان وتبارك الله ما دير في كتافك وثيق بيا. هاد المره الثالثه ثابته ان شاء الله. هذه راه ماشي الثالثه هذه راه الرابعه. حتى الرابعه ان شاء الله غادي تكون ثابته.
ايوا شنو قلتي؟ ايوا المهم نكون خير نمشيو تما بعدا ويحل سيدي ربي ونشوفو الجو كي داير واللي مكتب الله يسخر فيه. اي يعني نمشيو اسيدي لتما، عجبتك فانعيم، ما عجبتكش فانعيم. سيدي شكون نزل هنا؟ لا سيدي الله يرحم والديك. الحمد لله. لا سلامتكم الخوت. السلام عليكم. داك الخفيفة الله يرحم الوالدين. لا سلامتكم. عندك يكون داك الشيء ثقيل عليك حامي. اجي بعدا وبعدا ما يتسالكش هاكي والقضية كتحمر له وجهك. تا والو العياشي تبارك الله بخيرو ما ناقصو تا خير. هادي راه اللوازم ديال الخطبة. الخطبة؟ اش من الخطبة؟ ايوا قلبة ديال السكر الزبيب التمر الحنة سويكة حارة. الله يهديك اش من سويكة حارة؟ واش حنا جينا نفوجو هنا نشمو شوية ديال الهواء ونشوفو الطبيعة كتقول لي الخطبة؟ اش من الخطبة؟ ثق بيا سي طيب ان شاء الله كلشي غيدوز دوكس وشتي المرأة انا بتيقن 100% غادي تعجبك ان شاء الله الرحمن الرحيم. اودي الله يهديك اش غتعجب فيا؟ قربي لهنا قربي راه حميد نشد عليك. لا عزيز حنا وصلنا. ويلي حنا وصلنا صاحبي شحال عز عليك تمر انت. يا ولي ولي شو هاد المرأة؟ عاون 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 السي طيب عاون. السلام عليكم لاله هشام لاباس. اهلا السي حميد كداير؟ بلا شي نعاونك. عفت عليك. الحمد لله. انا بلا شي نعاونك زيد يلا هز. الله يرحم الوالدين اسيدي. والدينا ووالديك لاله مرحبا. اتكيس على حويجاتك اللي توسخوا. اشي باش ما كاين ما تخافيش ما كاين مشكل. علي علي من عندك باش نزير انا من لهنا. انا أنا يا أنا عليت صافا الله يرحم لك الوالدين يا سيدي. ولكن هادشي فهادشي راه شغل ديال الرجال. من نهار اللي مات المرحوم وأنا مني الراجل والمرأة. إيوا الله يسخر الله يعاونك الله يعاونك الله يوفقك الله يحفظك يا سيدي. سلامة شامة. إيوا نهارك مبروك. يلا سلامة. وسيدي راك لوكس مع راسك. وشنو؟ وسالك شو كتعرف تبردع وتهز الشواري الحمار. زيد عياشي. اقول السي العياشي. واش السي العياشي حرفيه؟ وراه ولد عمي هو. واخا يكون ولد عمك شويه ديال الاحترام. والعياشي عياشي. اهلا ولد عمي. اهلا ولد عمي مرحبا بك. نهار كبير هذا. مرحبا مرحبا عياشي بخير سيدي. سيد الحاج كي داير؟ الله يكرمك بخير. بارك الله سيدي. طيب مرحبا مرحبا سيدي. نهار كبير هذا. تبارك الله عليكم الدنيا عندكم تبارك الله زينه ومزوهره. هاي الكافر بالله عمرك ما قلت لي اجي نمشيو نتمتعوا شويه في الطبيعه عند ولد عمي ضاربها بسقلة. السي طيب وقت ما جا الخير ينفع ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا نهار كبير هذا. شكرا ساسو شي بركه. انت علاش معد براسك؟ واه وداش معد براسك. بسم الله بسم الله والله العظيم لا عيب عيب هادشي اللي كدير. الله وجيناتنا. تفضل تفضل السي طيب تفضل. محال محال كو زيد. بسم الله بسم الله. مرحبا. الحمد لله. عرفتي يا ولد عمي واش حال هادي ما كنتش بحال هكا؟ بالصحة والراحة ابن عمي. الله يخلف الخيرات هادي تبارك الله. وفطور فطور ديال بصح عندي ما يسالك. شوف اسي العياشي هذا تقليد إذا جابتك الحفظة عند سي حامد لا بد ما تزورني. هايا عندك تنسى. وحتى أنت سي طيب مرحبا بك في أي وقت. وزيدون حنا غنوليو عائلة وحدة ياك؟ إن شاء الله. إيوا عياشي عمي كيف حنا نخرجوا ونخليو العرسة تدخل باش سي طيب يديه ويجي معاه في الهضره وان شاء الله يجيب الله التيسير واتي بيناتهم ان شاء الله. اللي فيها الخير الله يسخر فيها شي اللي كاين. الله ان شاء الله ما قلت عيب. نخليو العروسه تدخل باش يشوفها سي طيب. تشوفها وتشوفني لان حتى هي خصنا ناخذوا رايها. وسبحان الله سبحان الله ما نعجبها شيء كاع. لا وا لا وا لا وا زيد لا وا. الله يجيبنا في الصواب. صباح الخير عمي الحاج. صباح الخير يا بنتي. نكب لك عمي الحاج شي كاس ديال البن؟ لا لا بنتي الله يخلف عليك شبعنا الحمد لله الله يكثر الخير. انت عمي الحاج جيتي باش تزوج؟ ايوا الى سهل سيدي ربي. ايوا فينا هاد العروسه ان شاء الله اللي غادي تكون زوجة المستقبل الى كمل سيدي ربي فينا هي؟ العروسه اللي اقترحوا عليك هي انا. هي انت؟ ولكن انا ما بغيتش نتزوج. واستغفر الله العظيم واش كتكمل معقول؟ عمي هي انا. هادشي ماشي معقول. واش انا ضربني الله غادي نتزوج بنت قد حفيدتي؟
شو هذا حميد هذا كيجري ليا غير في المشاكل. سير بنتي سير الله يسهل عليك الله يجيب لك شي ولد الناس اللي غادي يحسن بك، اما انا راه ما نصلح لكش. فرحتيني عمي. صافي بنتي هادشي راه عمره ما غادي يكون، اطمئني. سير بنتي الله يسهل عليك. سيري هادشي راه ماشي معقول. شكرا عمي شكرا. سير سير حميد حميد فين كداك اللوكس حميد؟ بالزربة دغيت فهمتو، عجبتك الدرية العفريت؟ واش من عجبتني الدرية؟ واش انت كتحشم ولا ما كتحشم شي؟ وتبغي تلصقوا لي بنيتها عندها 18 عام ما حشمتي مرايتي، واش عندك شي عقل ولا ما عندك شي؟ علاش يا سي طيب مالها الدرية تبارك الله عندها 18 عام وزيدوا هنا في البادية البنت غاتوصل 18 عام خاصها تزوج، داكشي دابا علاش خوها بغا يزوجها؟ بس خوها ما بقى باش يزوجها غير بيا أنايا، أنا تحب لي شي مرا بعقلها اللي غادي تواتيني وقريبة لي في السن غادي نكمل معها حياتي، ولكن أنت نتفاجئ كنلقى جيب لي قد حفيدتي، ولكن أنا هاد الأفكار نعرفها ماشي ديالو، هاد الأفكار ديالك أنت هاد الأفكار الشيطانية أنت مولاها الوسواس الخناس، أش غادي نقول لك؟ قبح الله يوسعيك، أنا غادي نمشي بحالي. اش طيب فين غادي؟ اش فين غتمشي؟ ما كاينش المركوب. ماشي شغلك، انا غادي نمشي على رجلي. وبلاتي عن نسلموا على السي العياش. سير سلم عليه انت، انا ما نسلمش عليه، نسلم على شي واحد باغي يبيع قطو. جاوب يا ربي جاوب. سي طيب يا ربي واش طيب وعبلاتي بعدا واسي طيب واسي طيب اخف شي يا خويا عيتيني. تحرك تحرك الا عندك شركابي انت فيك غير الفم الحاصول انت مالوكس ما تزفته. وقفوا وقفوا قبل ما نصفي عليكم. اش كاين مالنا ما نخافوش؟ وتثبت تثبت. نعم ولدي نعم بلا تهديد حيد حيد المسمن انت هكا ولدي بورتابل هو اللي عندي ومن ناحيه الفلوس راه ما عنديش اللي عنده الفلوس هذا راه سمسار وكيدبر على ميزات اعطيهم الفلوس اعطيهم رجع التليفون جيبي اخويا ها هو سي طيب هذه هي الصحبه ياك اش من صحبه صحبه جايبني مصيدني في هذا البيع والشراء وليت اصبحت مهدد بالقتل وتقول لي صحبه اش من صحبه يلا بركه مصداع وزيدوا قدامي نزيدوا قدام والله باقي شي واحد يزيد شي كلمه تنقطع له الراس يلا تحرك يلا تحرك تحرك يلا زيد قدامي زيد خلاص هيدو هاوي اللي داعش ما كيجاوبش ناري هاد الريز ما عرفتش مالو هاد النهار يا ربي جاوبني يا ربي جاوب زيد تحرك واعب شويه ما تدفعش ياو يلا سير تقول سلجي ها نبركو هنا اجلس شد ربطو ربطو نيت راه هذا غير ديال الربيط ياك ياك سي طيب هذه هي الصحبه ياك اش من صحبه بيني وبينك الله يهديك انت اللي جايب لي الدور كتقول لي غادي تزوج فينا وهذا الزواج فينا زيد زيد شوف يلا بالزربه انا بالزربه انا عاد شويه انا سلمتك زيد عادي تربطك ها وزيد عادي ربطك شوف انا مريض وراجل كبير وما عندي صحه تحمل مسؤوليتك راه عندي الطنسيون وعندي اسيدي الملحه والسكر وما كنسمعش مزيان الا قربتي ليا وراه نديهم الامانه امانتو راه غتمشي ترشى في الحبس انا كنعلمك تراك باترشي ليا قلبي ها باترشي ليا قلبي زيد 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 بارك من الهضره اي ربطو ربطو بحالي تا هو ربطو راه الصديق في السراء والضراء الضراء الله يعطيك يا الله كنت حشم اش هادشي اللي خرج منك احميدو جالس تربط فيهم بحال بهايم ما حشمتيش وراه هو اللي بغا يتزوج ليا بمليكه وانا كنبغيها وهي كتبغيني وعيط نخطبها من عند خوها ما بغاش يعطيها ليا السيد جاي يخطب على نيته ما فراسو ما يتعاود وزيدون حشم غير على وجه ديال السي حميد واقيلا ولد دورنا ولا لا والله ما كتحشم اسمح لي السيد اسمح لي زيان تبارك الله هادشي كله خرج منه اوين حميدو اشنو درتي انا عيت من عيط لك ولكن انت ما كتجاوبش تليفونك طافي انت اش درت انا بغيت نخوفو وراه ما كانش الريزو ناقص والتليفون ما طفيته ما والو ما كانش الريزو وعلى الاقل كنت تعطينا فرصه غير نفسرو لك انت غابق علينا ما خليتيني حتى نهضرو هز السيف وكاش كتهدد فينا انا غادي نقتل انا غادي نذبح انا غندير وكتقول راجل غادي نقطع لك راسك هاد الراجل هادي الا قطعتي ليه راسو اش غيبقى فيه اش فيه ما عدا الراس ما حشمتيش اجي بعدا هدا شوف فيا اجي انت توا عميد ولد البريح ياك وزعما بكره كان صاحبي
هذا ربا كان صاحبي هذا. أودي الله يهديك يا حميد، اللي كنعرف كنت تصاحب معك شي حد، الله يهديك. عافاك عمي الحياة، سمحوا لي. وانت انت سي حميد اسمح لي. أسيدي أنا من جيتي الله يسامح. الحمد لله ما طرباش. عافاك عمي اسمح لي على وجهي. صافي على الشيطان، صافي الله يسامح. يلا. واخا هشام شوية وكنتي غتهرسيني. وأنا نشوفك هز السيف على الناس ونبقى نتفرج. وحتى أنت. هادي فحال ولاد الناس. تكرفصلي على الضياف ديالي. سي الله يرحم الوالدين صافي عفو الله عما سالف. انا من جيتي مسامح لي والله. كل ما كان على وجه السي طيب كنت ديتك فين تربى. راني قلت لك ما غنزوجكش اختي. واش انا غنزوج اختي لواحد فرواح؟ نحس الشيطان رجع لله. خلي الدراري يتزوجوا ياك هما كيبغوا بعضياتهم، دعي لهم بالتيسير. عياشي صافي. كنت حشم شويه صافي نعس الشيطان. سيدي انا ما بغيتش نزوج اختي لواحد ما عنده مستقبل. ودي الله يهديك هنا مستقبل، الأرض تبارك الله راه كلها مستقبل، إلا عاونتيهم ودرتي لهم بهيمات وقبلوا الأرض ديالهم وقبلوا فلاحتهم راه غادي يكونوا بخير وعلى خير، ثق بيا. كاش كدير هنا؟ سير لخيمتك. مزيان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجيك للصراحة سي طيب، أنا راه باغي نزوج أختي لشي مديني ودير وليداتها في المدينة ويقراو في المدينة. ضحكتيني على القضية المديني. الله يهديك والله انا بعدا ما كرهت نعيش في هذه الطبيعه هذه وهذا الهواء النقي وماشي شي مدينه كيولد التلوث. الله يهديك الله يهديك رجع لله. شوف انت انا سامحت لك واخا تكرفصي عليا شي شويه ولكن الله يسامح ودير عقلك. سي طيب انا ما باغيش نسامحني يعني. سامحشي انت فين عمرك سامحتي لشي واحد انت؟ وصافي صافي نعلو الشيطان نساو هادشي هذا كله. يلاه مرحبا بكم لعندي ندير لكم برير الداتاي ونجلسوا ونعلو الشيطان ونضحكوا وصافي صافي مرحبا بكم لعندي. واش تقول لا الشام الناس راه ضيافي غادي يكونوا عندي. سي طيب مرحبا. زيد زيد مرحبا تفضلوا. كاينه بعدا شي زبيده بلديه والحريشه يا سيدي نصاوب لك الحريشه من يدي. الله عليه خطيك. سي طيب هسي طيب سي طيب مرخفي عليا شويه للرقيه بركه. لا سي طيب راه بغيت نقول لك تبارك الله عليك دابا اختاريتي وضحتي في المراه اللي غادي تكون بك وتكون بها. هي سامحتيني للرقيه. مسامحك ومن قلبي وربي يعوضك خير. ها هو عطاك مراه اللي تستاهلك وتستاهلها. الله الا فرحتيني للرقيه. السلام على رسول الله يا جايلة سيدنا محمد. اختيرهم ولي السلطان ديالي. انا جبت لكم بكيت فلاخ باش نديوه للعروسه ديالنا. الله يهديك بنتي راه حنا غادي لبلاد الطبيعه غادي القريه فيها الورود والازهار والشجر والعصافير وتزقزقوا في السماء. اش درتي شو باغي انتم غادي نمشيو فيدينا خاوين عند العروسه. انا جبتو باش نعبر ليك شحال انا فرحانه بهذا الزواج ديالك. عارفك بنتي الله يرضى عليك. شكرا. لا عمي راه ضروري من هادشي ديال الورد. غير اسمح لي يا عمي عافاك ندير شي فطير دغيا بالزربه ونمشيو ان شاء الله. ويلي يلا فطرنا في الدار. سبحان الله العظيم هي كندخل لدار عمي وكتفتح لي الشهيه. سعيده راه شادين الطريق. شادين الطريق؟ مالنا غادي للداخله؟ سير اخويا راه الكوزينه قدامك الا باغي شي حاجه ما تاكل كلها. لا هي بالزربه راه ما نتعطلش انا. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الراجل عندك اكل. سلامتكم. يا بسم الله. مرحبا مرحبا ياسين مرحبا مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. هجاهز معايا سعد الناس. طيب زيد. اهلا مرحبا. سلام عليكم. نهار كبير هذا. زين عمي. الله يركب هذا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يجعل قدامنا قدام الربح ان شاء الله. امين امين. الله يجعلنا لله. امين امين. بارك الله فيك. بسم الله. هلا عيال عتيب. بسم الله. بسم الله سيدي على بركة الله. هاشا نقول لك سي طيب الله يجعل كل شيء ببركم سعد. امين امين يا رب. فرحنا لكم والله العظيم الا فرحنا لكم. شكرا شكرا بارك الله فيك. ايوا في هذه المناسبة السعيدة كيخصنا نحدوا الموعد ديال الخطوبة ديال الملكة مع حميدو ان شاء الله. اسيدي غلبتيني ما عندي ما نقول. ملي الولد كيبغي البنت والبنت كتبغي الولد هزيتيني.
غلبتيني يا سيدي. هزيتي الله يسر الله يسر وانت انت حامد الله يرضي عليك وجد راسك هذيك الدار ديالي ان شاء الله انا باغي ندفع على البيع ان شاء الله الى سيد ربي علاش سي طيب ايوا ما تقول ليش علاش صافي قررت باش نبيع هذيك الدار ونشري شي طريف ديال الارض هنا في الباديه ونكاش نتمتع مع راسي وندير شي بهيمات ونشم الهواء النقي يا خويا انا هذيك المدينه راه قراتني عراضي بداك الهواء ديال الملوات والله بغيت نرتاح بغيت ناخذ راسي ياك سيدي اييه وكون هاني وانا ما تساني غير ندبر لك على شي شاري يا سي طيب اللي يعطيك شي ثمن اللوكس انا كنعرفك انت لوكس وما كتدبر غير الثمن اللوكس اش من اش من ياك عمي قلنا الدار بغينا نتقعد قلنا نتقع حفلات شوف ما كاين لا قعد الحفلات ولا غيرهم انا قررت باش غادي نبيع الدار الكادو اللي غادي ندير لك هو انه داك الكريدي اللي كيتسالك انت والبنت في الدار اللي نتوما ساكنين فيها انا غادي نخلصه ايوا وزياده على هذا الشيء غادي نشوف لكم شي طوموبيل على قد الحال باش تبداو تنقلوا باش تبداو تجي تزوروني هنا في الباديه هذا الشيء اللي يمكن ندير لا لا انا فرحتني بالطوموبيلي بالقضيه ديال نزورك ان شاء الله مره مره ان شاء الله كل نهار مره مره مرحبا ولكن كل نهار لا الله يرضى على ولدي الزم حدودك يلا سيدي يلا يلا سيدي راه العشاء غادي يبرد يلا يلا ندير واحد داك الشيء لا حول ولا قوه الا بالله انت اللي ضربك ضربك على خشب بسم الله الرحمن الرحيم ملي جلستي وانت كتعلف وباقي كتسول على الماكله يا سيادنا يلا حلو داك الكناش ضرب الحديد ما حد سخون سي طيب راه بغى يدخل للقفاز قفاز والقفص الذهبي اش من قفاز يلا سيادنا عطيونا البطاقه الوطنيه يلا كارت كارت بسم الله ها هي سيدي ها سيدي بالرفاهي والباني ان شاء الله الرحمن الرحيم بالرفاهي الباني اش كتضحك عليا واش غنبدا الولاد ولاد الغسول صافي انا الباني فضينا منهم صافي سالينا فينا هي العروسه كاينه ملكه جيبي العروسه مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا قول لنا لالا واش قابلة تزوجي بهذا السيد؟ السكوت علامة الرضا إذا عطيونا سيدنا البطاقة الوطنية ديال العروس كاينة كاينة ها هي عندي بقينا عندي هي شي لا يا سيدي الله يكمل بخير اللهم آمين يا رب الله يكمل بخير طيب الله يكمل بخير دابا سيدنا نعطيوها توقع العروسة اييه بسم الله يسخر عارف عارف بسم الله على السي طيب على بركة الله فاتحة إن شاء الله فاتحة إن شاء الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين بارك مسعود يا سيدي بارك مسعود